للمزيد إذن مشاهدينا بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرات مسيرة، معنا عبر سكايب من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيف. مرحبا بكم سيد ديمتري. هذا الهجوم الذي استهدف إذن رمز سيادة الدولة الروسية في مقر القيادة بالكرملين، ما الرسالة المراد إرسالها برأيكم من هذا الاستهداف؟ مساء الخير، تحياتي لكم للساده المشاهدين. اعتقد ان هي رساله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ان تكون رساله للقياده الروسيه، هو اختراق امني، يمكن نقول بانه اختراق امني لروسيا، وهي ليست ب يعني طريقه او استراتيجيه للطرف الاوكراني. فعلا تستشبه جزيره القدس، تستهدف المدن الموازيه للحدود الروسيه الاوكرانيه بالمسيرات، تستهدف مخازن للوقود، يستهدف حتى المصانع الموجوده في الداخل الروسي. واضح بان هذه استراتيجيه هي ايضا واضحه بان الدول الغربيه او اجهزه المخابرات الغربيه الامريكيه والبريطانيه تساعد الطرف الاوكراني باخذ المعلومات الاستخباراتيه عن تواجد القوات الروسية عبر الأقمار الاصطناعية، إن كان في طرف في الداخل الأوكراني أو حتى خارج الداخل الأوكراني. بعد من الواضح بأن يعني أيضا روسيا تستهدف العملية الاستراتيجية ردا على أي استهداف للداخل الروسي كرد انتقامي. فواضح بأن كما قلت هذه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذه رسالة للقيادة الروسية ومحاولة لتأجيج الداخل الروسي وجعل هناك نوع من التوترات الداخلية في روسيا، بأن هذا الشيء أيضا واضح، لأن أي استهداف لعمق روسي يسبب مخاوف، يسبب يعني توترات داخلية، وهذا هو الهدف الأساسي من هكذا استهداف للداخل الروسي. حتى الآن هناك تحقيقات جارية كيف وصلت هذه المسيرات، إن كانت من الداخل الأوكراني أو من كما يقول البعض من ضحي موسكو بهذا البعد الطويل إلى العاصمة الروسية، ليس من السهل. فيعني أيضا هو موضوع نقاش كبير كيف وصلت هذه المسيرات إلى الكرملين، إلى وسط موسكو، إلى العاصمة الروسية موسكو. هل هي وصلت من الأراضي الأوكرانية أم هي وصلت من الداخل الروسي؟ شيء الآن ليس واضح، يعني كما قلت لم يصدر أي بيان رسمي كيف وصلت هذه المسيرات، والتحقيقات جارية. وفي نهاية المطاف هذه التحقيقات سوف تعطي النتيجة النهائية كيف وصلت هذه المسيرات للأراضي الروسية. أيضا بعد هذا الهجوم على مقر الكرملين، وهناك أيضا إخفاق عدم نجاح في السيطرة على مدينة باخموت، كل ذلك إلى ما يؤشر عسكريا بالنسبة لروسيا؟ هو يؤشر بأن هناك الآن حالة عدم أي حراك في لا في التقدم بالسرعه، لا الطرف الروسي يستطيع التقدم بالسرعه. اذا هناك مواجهه كبيره ومواجهه حاسمه يحاول الطرفين فيه استعمال كل الاسلحه، استعمال كل الاستراتيجيات للسيطره على الارض. الطرف الاوكراني الان ايضا كما يتحدث عنه رئيس شركه فاغنر يفغيني بريغوجين يستعد للداخل الاوكراني او حتى القوات الروسيه ليست واضحه، ولكن هناك الان تهديد باستهداف العمق الاوكراني ومزيد من استدخال اسلحه جديده. هناك حديث بان تحدث هناك تعبئه جزئيه او تعبئه اخرى في الاراضي الروسيه وجلب مزيد من المتطوعين الى القوات الروسيه، لاننا نفهم بان المعركه اصبحت معركه اكبر مما كانت عليه بسبب الدعم الغربي، لان حتى الان يمكن القول بان في باقي مثلا هناك قوة متكافئة، لأن حتى الآن لم يستطيع أحد يقوم دورا مهما في باخموت، لا القوات الأوكرانية ومن يعني من يدعمها. فواضح بأن المعركة الآن معركة حاسمة ومعركة طويلة الأمد، ليست معركة سريعة، لن تنتهي بأشهر، لن تنتهي بوقت سريع. يمكن الحديث عن مفاوضات عبر تغيير السياسة الأمريكية التي تغير دعمها أو تغير توقف دعمها للطرف الأوكراني، وبذلك يمكن الطرف الأوكراني يذهب للمفاوضات، ولكن في إدارة جو بايدن لا يوجد أي نية وأي حديث عن مفاوضات في الوقت الحالي. يعني في ضوء هذا الهجوم الجديد، هل يمكن القول أن روسيا الآن يعني قد انتقلت من مرحلة الهجوم ربما إلى الدفاع عن النفس في ظل ما يحدث؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، ولكن أعتقد بأن بكل تأكيد هذا اختراق أمني خطير
له تأثيرات على ساحة المعركة، له تأثيرات على الاستراتيجيات الروسية. هناك حديث الآن على اعتماد على استراتيجيات ضد القوات الأوكرانية. إذا نحن سوف نشهد حرب خطيرة، يجب أن نفهمه. في الشمال الأطلسي بدأ يلعب دورا مهما في تدريب القوات الأوكرانية، في تسليح القوات الأوكرانية، ولكن السؤال هل الدول الغربية مستعدة في خوض حرب مباشرة مع روسيا؟ أيضا هذا السؤال مهم. إذا ما ذهبت الدول الغربية في مواجهة مباشرة، نحن قد نشهد حرب عالمية ثالثة، وما يعني يتحدث عنه حتى رئيس السابق الولايات الثالثة إذا لا استمر الدعم الغربي للقوات الأوكرانية. إذا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجع، شكرا جزيلا لكم.